نحن اليوم بصدد وقفة احتجاجية في إطار البرنامج النضالي المستمر من طرف التنسيق النقابي سي دي تي اف دي تي اف ان او، يعني ثلاث نقابات تعليمية. السياق اللي هو يأتي الآن، حنا على الأبواب ديال النظام الأساسي اللي كتوجد فيه الوزارة، على ما يبدو أو اللي كنعرفوا من المعلومات اللي هي حنا مأكدين منها، هناك تراجعات. التراجعات هذه اللي كتمس بالأساس الإطار، وتراجعات على المستوى المهام إلى آخره. إذا حنا اللي كنطالبوا واحد المسألة مهمة جدا، لا على مستوى الملف المطلبي ولا على مستوى النظام الأساسي، مسألة ديال توحيد الإطار. كذلك تماشيا مع توحيد الإطار، خصنا حذف إطار مستشار في التوجيه. كذلك الفكرة ديال توحيد الإطار كتتماشى مع هالتكوين اللي كيتلقاوه واحد المجموعة من الناس في المركز التوجيه والتخطيط التربوي، تأطير تقييم المؤسسات، تتبع المؤسسات. إذا مجموعة من المهام اللي يمكن يزاولها لا المستشار في التخطيط ولا المستشار في التوجيه، المفتش التخطيط والمفتش في التوجيه. إذا هنا هذا مطلب أساسي واللي هو توحيد الإطار. إذا كنتمنى من الوزارة ماشي تحيل الملف المطلبي ديالنا على النظام الأساسي، بغينا حتى الملف المطلبي ديالنا تتم النظر فيه بجدية وإنصاف هذه الهيئة هذه بالنظر ضمن الملفات العالقة. حنا موجودين اليوم كنحتجوا من مختلف مناطق المغرب، الأطر المستشارين ومفتشين، وكان ومركزين على أحد المطالب الأساسية اللي كنعتبروا أنه مطلب سينصفنا وسينصف هذه الفئة هذه، وهو وعنده علاقة بالهندسة ديال التكوين. هذا اللي هو المطلب ديال ان المركز يخرج مباشره اطر ديال التفتيش، هذا الشيء بالمماثله وبالمقارنه مع فئات اخرى اللي كتعمل حتى هي تكوين ديال سنتين وكيتخرجوا كاطر ديال التفتيش التربوي في المركز ديال تكوين مفتشي التعليم. على غرار ذلك حنا كنطالبوا اذا انه يتم وضع اطار ديال المستشار في طور النقراض، ويتم اعتماد الاطار ديال المفتش معمم على جميع خريجي المركز ديال التوجيه والتخطيط. هذا الشيء بغض النظر على التفاصيل اللي لابد منها باش يمكن يجبر الضرر ديال الفئات اللي دازوا الى غير ذلك. فاذا هذه واحد المجموعه ديال القضايا وديال المطالب، علاوه على انه بشكل عام كنطالبوا، وهذا مطلب تاريخي ديال انه الدوله باش يمكن لها فعلا تعطي قيمه للمجال ديال التوجيه ولهذه الرافعه ديال التوجيه والرافعه ديال التخطيط، لابد من انه تخرج الاطر الكافيه، لابد من المركز يخرج اطر كافيه. فلحد هذه السنين المركز على مستوى المفتشين وقف مغلق، والمركز على مستوى المستشارين كيخرج اعداد قليله لا تتناسب ولا في غير مستوى التطلعات والانتظارات والحاجيات ديال المنظومه. فاذا كنتمنوا انه نلقاو اذن صاغيه هذا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه، كنتمنوا اننا نلقاو اذن صاغيه اللي تلتقط الشعارات ديالنا، تلتقط المطالب ديالنا، تلتقط الاحتجاجات ديالنا، باش يمكن فعلا نحولوا هذه الفئه من فئه تطالب الى فئه تكون رافعه حقيقيه من اجل الجوده ديال المنظومه ومن اجل التقدم ديال المنظومه ديال التربيه والتكوين وديال بلادنا بشكل عام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.